مساء الصحة والعافية على أهالينا الطيبين أصحاب القلوب الصافية. أهلا بكم من جديد في الفقرة التانية من برنامجكم سلامتك ألف سلامة. وطبعا فقرة معروفة والناس المفروض تبقى مستنياها، فقرة هو وهي. أنا بعترض بداية، قبل أي حاجة المفروض نسميها هي وهو. ليه هو وهي؟ الاعتراض حقك مش مقبول، وهنكمل حضراتكم ونشوف الدنيا ماشي ازاي، لان في الاخر هي بتذكر سواء في الاول او في الاخر فهي بتذكر. يلا وبعدين حضرتك ادم هو اللي اتخلق في الاول مش حواء. طيب ماشي، فخلينا نشوف مع بعض النهارده في هذا المجال اللطيف. 4/11 مناسبه ظريفه ولكنها جت في ايام مش لطيفه بعد الحادث الارهابي اللي اتعرضت ليه مصر. وطبعا ده كان مقصود بيه تصدير حاله نفسيه يعني تعم كده بينا او تحاول تاخدنا من كل الاجواء، وخاصه على يعني هامش حد يعني احتفال دولي ومؤتمر الدولي لأنبي السيد الرئيس مع الحكومه الرشيده في شرم الشيخ، وهو مؤتمر شباب العالم. كان حد قصد ان هو يعكنن علينا، ولكن احنا بنحاول نصرف عننا جو العكننه، وتعزيتنا لكل أسر الضحايا وتعزياتنا لكل المصريين، ولكن ده يحتاج منا مزيد من اليقظة وكمان نصحصح وصحصحوا معانا. مر بينا حضراتكم ذكرى بتمر المفروض كل سنة اسمها عيد الحب، معرفش ليه يعني الحكاية، لكن أساسها يا دكتورة كان كاتبنا الكبير مصطفى أمين بعد خروجه من السجن وأثناء مروره بحي السيدة زينب شاف جنازة ونعش بيمر مرهوش غير 3 أشخاص بس، فسأل فقالوا له ده راجل كبير قضى عمره كله ما كانش حد بيحبه ولا هو بيحب حد، فألمه خالص الموضوع. وكان عنده عمود مشهور جدا في أخبار يوم اسمه فكرة، وأصدر لنا فكرة إنشاء عيد الحب المصري في 4/11. أنا شايفة إن حضرتك مش مقتنع بالفكرة وأنت بتقول عيد الحب كده. لا مش فكرة مش مقتنع، بس هو فكرة إن مش هو عيد الحب مش بالمفهوم اللي احنا واخدين عليه في مجتمعاتنا المحلية ومجتمعنا المصري، مفهوم العيد واللمة والعيلة والدنيا، ولكنه هو عيد حب. يعني المفروض عيد حب مش شرط يكون ما بين الرجل والست، ممكن يكون ما بين الأم وبنتها، ما بين الأخ وأخته، ما بين الصديق وصديقته أو الأصدقاء مع بعض. يعني مش شرط يكون عيد حب ما بين العشاق بس. بس هم يعني غربا هم بيحتفلوا فيه في 14 فبراير، وقصته برضو مرتبطة بأحد يعني إمبراطور روماني في القرن الثالث الميلادي زي ما قالت الروايات، كان بيحاول يمنع جنوده أو الشباب من هم يتزوجوا عشان يدخروا جهودهم ويدخروا شبابهم للحرب. وبعدين ظهر أحد القديسين أو القساوسة اسمه فالنتاين وابتدى يزوجهم سرا، فلما علم بالأمر سجنوا وأعدموا، ولذلك كل الحبيبة يعني كده والعشاق حبوا يحتفلوا بهذا اليوم احتفالا بهذا الرجل. وفي رواية تانية قالوا ان هو لما اتسجن حب بنت السجان، فلما عرف الملك راح اعدمه. كلام متضارب كده مش عارفين حكاية فين، لكن عموما هي مناسبة انسانية ما فيهاش عيب ولا حرام ان احنا نقول لكل حد بنحبه زي ما قالت الدكتورة هنطلع منه من فكرة الحبيبة والعشاق والناس دي لفكرة اسمى، ان احنا بنقول بانسانية وادمية عالية للناس. يعني كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب فندم. وبمناسبة ده بنبتدي حضراتكم المعركة، قصدي الجولة. أيوة. الرابعة لهو وهي. خليني أسأل حضرتك، جبت حاجة من المدام ولا لا يا أستاذ مالك؟ هو حضرتك القضية مش إن أنا أجيب، يعني كفاية وجودي ده وجودي. طب حتى بلاش تجيب حاجة، قلت لك كل سنة وأنت طيبة؟ طبعا يا فندم. لا أنا لازم أسأل المدام عشان أنا يعني شاكة في الكلام ده. على كل الشك حضرتك يعني يفسر في مرحلة التحقيق ضد المتهم وفي مرحلة المحاكمة لصالح المتهم. طب حضرتك مقتنع بعيد الحب اصلا ولا الفكرة اللي هو ايه المقيل ان انا اقول كل لمراتي مثلا كل سنة وانت طيبة، لانه هو في الاغلب هو عيد عشاق. انا مش ضد المشاعر الانسانية، ولكن انا ضد حضرتك يعني مثلا واحدة من الفنانات اللي بتحب الشهرة شوية وبتحب الكلام عملت حضرتك لفتة كده للدعاية او شوية عشان مواقع السوشيال ميديا تتكلم عنها وناس تتكلم عنها،
فنزلت توزع بطاطس في عيد الحب. ايه علاقة البطاطس بعيد الحب؟ انا مش عارف. عشان مش موجودة فهي بتوزع للناس سلعة مش موجودة. وتحديدا الأستاذة سما المصري نزلت جابت كرتونة عليها قلوب ومليتها بطاطس وحطت استيكرات قلوب وابتدت توزع على الناس ولبست يعني جلابية حمراء كده لطيفة والناس ابتدت تاخد معاها سيلفي والناس تقول لها ربنا يخليكي لينا يا أستاذة يا اللي وقفت معانا في أزمة البطاطس. ايه علاقة البطاطس بالحب؟ لا انا ماليش دعوة باللي حابين ان هم يشتهروا او حابين ان هم يجي عليهم سبوت في نقطة معينة. انا بتكلم عن يعني حضرتك اغلب الرجالة ودي مشكلتنا في المجتمعات العربية. معانا مدام سهير. طب حضرتك نشوف. طيب ناخد مدام سهير. الو. اي فندم مساء الخير. ازيك يا استاذ ماهر؟ ازي حضرتك؟ انا المدام حضرتك. اهلا اهلا. اهلا. لا انت المكالمة تبقى معايا بقى. طيبة. ازاي حضرتك يا مدام سهير؟ انا حبيت اتصل عشان ارد على مدام امل. هو أيوة. معيبش عليا، انا اللي عيبت عليه. اي بس احسنتي. كل عيد حب وحضراتكم طيبين يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه. كل اللي بيشوفونا طيبين وان شاء الله عيد الحب يكون عيد حب لمصر كلها وللناس كلها وتبقى في خير وسلام ان شاء الله. نورتينا يا مدام سهير. حضرتك وكل سنه وانت طيبه يا مدام. وهنبعت لك بطاطس من بتاعه سما المصري. وجودك بالدنيا يا استاذ ماهر وكل سنه وانت طيب. شكرا يا فندم. شكرا لمدام سهير. حضرتك ورطتينا على الهواء. انا بشكر الاعداد جدا على المكالمه دي. حضرتك ما قلتش كل سنه وانت طيبه حتى. ليه بقى الفكره هنا؟ الرجاله ما بتقتنعش بعيد الحب. احنا يعني الرسول قال تهادوا تحبوا. يعني انت تهدي مراتك بهديه بسيطه، مش لازم حاجه يعني مكلفه، لو ورده وتعرفها انك انت قد ايه بتحبها وكلمتين حلوين دي بتفرق مع الستات جدا. يعني حضرتك شايفه ان الكلمه الطيبه ممكن تكون احسن هديه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا مع الستات لان الستات عاطفيه ورومانسيه اكتر. يعني ممكن نستغل الفرصه دي ونحسن المعامله؟ اه طبعا اكيد اكيد. حتى لو في مشاكل، يعني المشاكل اليوميه ومشاكل الحياه الزوجيه لما بتحصل مناسبه والراجل والست يحاولوا يهادوا بعض او يحاولوا يكونوا لطاف مع بعض في اليوم ده بيختلف تماما، بيكسر وحده المشاكل. طب في بعض الناس بتقول دي تقاليع واحنا مش فاضيين بقى للكلام. ليه مش فاضي؟ ليه ده يوم هتعرفها فيه انك انت فاكرها وهتقول لها كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا. خسرت ايه؟ تعبت في ايه انت كراجل انك تعمل كده؟ 99% من الرجاله في الوطن العربي عامه ما بيقتنعوش بعيد الحب، و99.9 من السيدات مقتنعين تماما ان هو لازم يكون في عيد حب ولازم نتهادى ولازم يقول لي كلام حلو ولازم اقول له كلام حلو. طب حضرتك لما يعني يبقى في جو من النكد كان مسيطر لفتره طويله، هل ممكن نستغل الفرصه دي ونحوشه نمشيه؟ بالنسبه للستات حضرتك تقصد؟ طبعا اكيد طبعا. هي هتبقى حاطه في دماغها ان هي هيجيب لها هديه حلوه، هيقول لها كلمتين حلوين فهتبقى لطيفه في اليوم ده. ما قالش بقى او نسي حضرتك النكد اللي ما كانش عاجبك قبل الفالنتين هيبقى بعد الفالنتين يعني مضاعف اضعاف الاضعاف. حضرتك مش عايزه اقول لك ايه. كل ما بسمع من حضرتك ارائك الجيده بفتكر مقوله الكاتب الكبير احمد رجب اللي قال الحياه رجل وامراه والزواج شراكه بين الرجل وامراه، شريك وشريك مخالف. يا ترى بقى مين الشريك من الشريك المخالف؟ الست الشريك وطبعا الراجل الشريك المخالف اكيد. يعني الست شريك ما تحبش زي الفريك ما تحب الشريك. طيب ده يبقى هي الشريك المخالف. واذا كنتم مخالفين معايا يا ريت تتدخلوا وتقولوا لنا الحكايه ايه. طيب حضرتك هل نعمل عزومه بمناسبه عيد الحب؟ ممكن نعزم كل اللي بنحبهم مثلا ونتغرم ونتعب وندفع. يعني ده يوم في السنه كلها، ايه يعني لما نتغرم؟ مش لازم تكاليف باهظ. انا على فكره انا ضد التكاليف في اي حاجه. نعمل عزومة بسيطة نجمع فيها الناس اللي بنحبهم. أنا لو ست مثلا مش مرتبطة أو راجل مش مرتبط أجمع أهلي أجمع أصحابي أجمع الناس المقربين ليا وأعزمهم ونقعد نحتفل مع بعض في اليوم ده. يعني حضرتك بتشجعي كمان العزاب إن هم يعتفلوا طبعا مع بعض لأن عيد الحب أنا قلت لحضرتك في الأول مش مرتبط براجل وست بس. تمام. يعني أنت شايفة حضرتك إن إحنا ده مناسبة ممكن نستغلها نوع من أنواع التقرب لبعضينا والإنسانية. هنطلع بفاصل ونشوف كلامك ماشي ولا مش ماشي. وزي ما انتم شايفين الحب اللي ولع في الدره بين الفنان فريد الاطرش والفنانه الجميله شاديه. ومعانا الاستاذه عزه. اهلا بيك يا فندم. استاذه عزه راحت
تشوف فريد وشادية. زمن الحب الجميل، زمن الحب يعني الأفلام القديمة لما بنتفرج عليها الأبيض واسود ونحس إن هو قد إيه في مشاعر حتى في التمثيل بتاع الفيلم، مع كامل احترامي للممثلين دلوقتي، ما بقاش فيه دلوقتي الرومانسية اللي موجودة أيام زمان. تفتكر ليه يا أستاذ ماهر الموضوع ده؟ والله حضرتك بعد العصر السرعة اللي احنا عشناه والتطورات اللي حصلت في حياتنا وكم المآسي اللي احنا بنستحضرها بشكل يومي، يعني بقت الحكاية صعبة جدا ان احنا نعيش حتى لحظات رومانسية. وهنشوف احمد رأيه ايه. استاذ احمد تفضل. الو. اي فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. خليني اسألك الاول يا احمد، انت متجوز ولا لا؟ لو سمحت انا كنت عايز اعرف مثلا لما واحد يكون مثلا في عيد الحب ورايح للبنت بتاعته او كده، يعني يجيب لها هدايا ايه؟ البنت بتاعته؟ ده كلام يا استاذ احمد؟ قصدك لحبيبته يعني او خطيبته او زوجته؟ يجيب لها ايه يا احمد؟ ميرسي يا احمد. يعني حضرتك ده حسب الميزانيه، يعني انت لو في اول الشهر ولسه قابض الموضوع ممكن يتعدى ما يوم أربعة، طيب أكيد لسه قابض. بس أنا عايزة بس أعلق. اتفضلي فندم. أنا لسه بقول لحضرتك إيه زمن الحب الجميل. إحنا دلوقتي حتى المرتبطين البت بتاعته يعني في ألفاظ كتيرة طبعًا إحنا مش هينفع نقولها على الهوا. الحب والمشاعر بقى مرتبط زي التكاوي، يعني إذا سمحتلي حتى التسميات حضرتك بقت مختلفة. في كل حاجة البت يعني يقول لك الحتة، البت بتاعته، أنا رايح للجو. الكلام ده حضرتك بقى منتشر بين الشباب. وبعدين طلع تعبير لطيف برضه بقى يقول لك فريق العمل بتاعي. فريق العمل. الكلام ده كله بقى منتشر. لو الإكس دلوقتي لما يبقى في حد صاب حد، فحاجات غريبة بجد ضيعت معاني المشاعر الإنسانية الجميلة والحب اللي ما بين. تفتكري حضرتك برضه لما تطور التطورات دي لما جت على الست، مش هي السبب فيها برضه؟ ليه هي السبب في ايه؟ اول تطورات التكنولوجيا. طب نسمع التكنولوجيا. احلام قبل التكنولوجيا. احلام اتفضلي. ايه؟ الو؟ اتفضلي. احلام. الظاهر ان احنا في احلام. الخط طيب. بيقطع النهارده من كتر الحب الخط بيقطع. طبعا يا فندم. تفتكري حضرتك ان الست مش هي اللي يعني ساهمت في السبب الرئيسي لضياع وزي ما بيقولوا حضرتك بقى لون الرومانسيه باهت قوي على اساس ايه؟ معلش يعني بقت عمليه قوي حضرتك لدرجه انها ما فيش فكر في يعني الورد ما بقاش هو الورد بتاع زمان، بقت ممكن تكتفي ببوست دلوقتي يتبعت لها او دبدوب حيران كده يجي على ما تجيش على المرأة. ما تجيش على المرأة يا استاذ ماهر. الست كائن عاطفي دايما. الست يعني الست مشاعرها بتفكر بمشاعرها وبتفكر بقلبها على عكس الراجل. يبقى السبب في المشاكل اللي بتحصل واللي حضرتك بتقولها دي الرجاله مش الستات. يعني احنا دلوقتي مثلا اللي ضيع الحب ما بين الراجل والست التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها. زمان كان الراجل عشان يوصل لحبيبته او عايز يتقدم لواحده كان بيوصل ليها بمراحل كبيره جدا، يقعد تحت الشباك. ايوه والجوابات والكلام ده. ايوه. طب نشوف الست ام محمد هتقول لنا ايه. اتفضلي يا فندم. الو. الو. اي فندم اتفضلي. ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك فندم. اهلا بيك. انا كنت بس يعني في موضوع بس يعني الحلقه اللي فاتت ان انا شفتها كنت حضرتك بتتكلم يعني على الواحده ان هي تنزل تشتغل ولازم تشوف بيتها والكلام دوت، وفي يعني قالت لو انا محتاجه ان انا اشتغل انزل تمام اشتغل واساعد جوزي. طيب يعني افرض ان البيت دوت محتاجه هي، يبقى البيت اولى يا فندم. ما احنا قلنا ده يعني انا بشوف يعني ناس كتير ستات كتيره. الو معاك حضرتك اتفضلي. بقول لحضرتك انا بشوف ستات كتيره دلوقتي بقت من التلفزيون يعني معلش انا اسفه يعني بقت تتجرأ على رجالتها. تتجرأ حضرتك قلت من يعني الكلام بتاع يعني في يعني المذيعه يعني مع احترامي للاسم يعني مش عايزه اقول اسمها فبتتكلم بتقول له انت مالك. وصلت لكده يا ام محمد؟ انت مالك. شفت يا ام محمد احنا مظلومين قد ايه؟ وصلت لكده. ما نتجناش على المرأة بس يا ام محمد، يعني في ظروف بتخلي المرأة تضطر انها تنزل تشتغل،
لان هي ما بتنزلش من فراغ، هي بتنزل عشان خاطر تساعد الراجل في اقتصاديات البيت، لان الظروف الاقتصاديه دلوقتي بقت صعبه، فهي بتنزل عشان تساعده وفي يعني انها تجيب فلوس معاه عشان خاطر الولاد والبيت. فاحنا السيده ام محمد قالت تعبير في منتهى الجمال والجوده، قالت حضرتك ان احيانا بعض الرسائل السلبيه اللي بترسلها بعض القنوات او المذيعات او الاسلوب اللي بقى منتشر بعضا منه في الاعلام بقى بيخلي الستات تستاوي على الرجاله. والله ده كلام شهاده واحده ست يعني ما نقدرش ننكرها، وحضرتك ما تقدريش. ما اقدرش انكرها لان في حل. بس هل انت شايفه حضرتك ان المذيعات بصفه حضرتك اعلاميه يعني زميله فاضله، شايفه ان المذيعات او بعض المذيعات لما بتغالي او بتزودها شويه او زي ما بيقولوا حضرتك بتحب يعني بتحبك حبتين على الهوا؟ هي مش جايبه الكلام ده من فراغ مبدئيا، هي مش جايبه. انا ما بدافعش عن حد ومش مش ضد حد. هي انا لما بطلع كدوري كمذيعه بقدم مشكله او بقترح مشكله ومعايا ضيوف بتتكلم او بقول مشكله حد وبقول حلها على التلفزيون، انا مش جايباها من عندي. دي حاجات موجوده في ارض الواقع وحاجات فعلا اوريدي في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. احنا مش جايب يعني هي ما بتالفش من عندها حدوته عشان خاطر تطلع تلفت بيها الانتباه. ردي يا ست محمد على الدكتوره. في ناس بتعمل كده، انا معاكي بس اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ايوه حضرتك استاذ ماهر، معلش الخط فصل عليا فبكمل. ولا يهمك فندم، كملي. اهلا بيك. حالات كتيره معايا والله العظيم انا بتكلم عليها، بتقولوا على حالات الطلاق كتيره. حالات الطلاق الستات ابتدت تتجرا على الرجاله بتاعتها. بسم الله عليك يا ام محمد. كلام والله العظيم انا يعني دي انا عايزه اعمل نصيحه، بس اقول نصيحه. اتفضلي يا فندم. احنا مش عايزين الست تتجرأ على جوزها. طب حضرتك مع دي اذن حضرتك، ايام السيد دي اللي بيقولوا عليها وايام والدتي وايامي انا لما بتكلم، بلاش على ايام زمان، هنتكلم على الايام اللي انا فيها دي. انا يعني الواحده ما بتجرؤش انها تقول لجوزها كلمه يعني انت مالك. كان في احترام، كان في احترام متبادل يا ام محمد، ما كانش الاحترام. أيوة من الست بس. أيوة وما كانش من الراجل بس. الله يخليكي، في احترام مبادل بالظبط. لازم زي ما انا محترم وانا بنزل تعبان وطافح الدم عشان خاطر البيت ده وعشان مراتي وعشان ابني او بنتي او اولادي، لازم هي تكون في احترام متبادل منها. لكن دلوقتي ابتدوا يتجرأوا والله العظيم. انا بقول نصيحه بس على الهوا، على اساس ان يعني اي حد يجي يتكلم في التلفزيون دلوقتي بقت الدنيا كلها شايفينه هو اهم حاجه عندنا التلفزيون، وبناخد النصيحه منكم. شكرا يا ام محمد لنصيحتك الغاليه لكل الناس. وكلامك يا ام محمد المفروض يتكتب بحروف من نور. لومض ليون يا ام محمد للي قلتيه. انا بس عايز حابه اضيف حاجه على الكلام اللي هي قالته. حضرتك ام محمد هضيف حاجه بس بعد اذنك يا استاذ ماهر. بعد اذن حضرتك، الحياه مشاركه وتبادليه ما بين الراجل والست. يعني انا ما اقدرش الوم كل اللوم على الست بس، حتى هي لو بتتجرأ في الكلام على جوزها او على الراجل اللي معاها، فاحنا نشوف الطرف الثاني اللي ساعد وخلى الست تتجرأ. يعني انا لو معايا راجل محترم وانا مهما كنت انا انسانه حتى مش محترمه وبتجرأ عليه، هيوقفني عند حدي. يا سلام. يبقى هنا الموضوع متبادل مش من طرف بس وطرف وطرف. لازم هو يكون احتراف. الاحترام داخل الاسره المصريه حصل فيه نوع من الخلل، وظهرت صوره سلبيه زي اللي طرحتها ام محمد. وبتقول حضرتك ان احد مسببات هذه الصوره السلبيه الساده المذيعات. مش المذيعات، الدراما مبدئيا. هنتكلم الدراما، التلفزيون والسينما. حضرتك لو هتيجي دلوقتي تتفرج على فيلم في السينما، الحالات اللي يقول لك الجواز، الجواز العرفي، ايه المشكله فيه؟ ان ست، ان واحد وواحده يبقوا ماشيين مع بعض في علاقه من غير جواز او من غير رسميات، ايه يعني؟ اصل احنا بنجسد الواقع ونطلعه في التلفزيون. ده اللي ساعد وادى، ده نسبه اكبر من البرامج وبالنسبه للاعلاميات. انا مش يعني انا مع ام محمد ان في ناس بتحط سبوت لايت عشان خاطر تطلع او تظهر للنور، بس برضو خلينا واقعيين، هي ما بتجيبش حد حاجه من خيالها، ده كله موجود. يعني حضرتك التنافس المفتعل، ولما واحده يعني تستدعي كل روح البطوله وتاخد لنفسها حضرتك المبادره والمبادئه وتقول انا ضد الرجاله والرجاله ما اعرفش ايه والست ايه والحقونا وشوفونا، ده ينفع؟ لو حضرتك بتتكلم عن الشخص اللي في دماغي، هي ما بتقولش انا ضد الرجاله. احنا لو هنتفرج، انا دايما دي مشكله السوشيال ميديا ومشكله الناس بتاخد مقتطفات من الحلقه
ونطلع عليها نعمل عليها فيلم كبير. لا، انا اتفرج على الحلقه من اولها لاخرها، اتفرج على حلقاتها المتسلسله واعرف هي بتتكلم فعلا كل كلامها ضد الرجاله ومع الستات، ولا ساعات بتبقى ضد الرجاله وساعات ضد الستات. هنا اقدر اقيس، لكن مش هاخد مقتطف من حلقه واقول اصلها بتقول انها ضد الرجاله. ده انا رافضاه تماما، لانه ممكن يتعمل معايا، ممكن يتعمل مع حضرتك. حضرتك عارف طبعا السوشيال ميديا دلوقتي سهل جدا ان انا اخد مقتطفات وانشرها واتكلم عنها، ويبقى الكلام اللي قبليه حاجه والكلام اللي بعديه حاجه. ده ما يمنعش حضرتك ان احنا نكون متحفظين بما يعني ما لدينا من اصول وتقاليد ومساق العمل الاعلامي، وما يمنعش حضرتك كمان ان احنا لا ندعي البطوله او ما نكونش حضرتك مثيرين للقلق ولا مصدرين للمشاكل جوه البيوت. يعني احنا اذا كنا بناخد الموضوع بشيء من الدعابه والسخريه احيانا لبعض الاوضاع اللي احنا بنحاول نرفضها وبنحاول نرصد المشكلات اللي زي كده ونعرضها على حضراتكم، ده مش معناه حضراتكم كنا ضد او مع، فاحنا ضد كل ما هو يخالفنا من تقاليد ومن عادات ومن اخلاق ومن دي اصول دين ومن كل حاجه، واحنا مع كل ما هو لصالح الاسره ايا مكان الفرد. لكن احنا ضد التحكم، ضد حضرتك ان دايما تطلعوا نفسكم يعني براءه. ما ينفعش تبقوا براءه، انتوا عايزين كلبش باربع حلقات مش براءه. لا لا، هي زي ما في، وبلاش يا دكتوره تدافعي. لا انا مش بدافع، بس انا بقول زي ما في رجاله فيهم مشاكل، في ستات فيها مشاكل، الستات على طول كلها ملايكه. الاثنين يكشفوا ونتعالج كلنا وربنا يحل. وطبعا المشاكل الاكبر في الرجاله، فعشان كده احنا ايه مش هنتكلم. مع ان اشطر الاطباء النفسيين رجاله، بس سبحان الله يعني، واكثر الناس المحتاجين الاطباء النفسيين حضراتكم عارفين طبعا. ايوه الستات، عشان انتوا اللي جبتوا لنا المرض النفسي، فبنضطر ان احنا نروح للرجاله الاطباء النفسيين. هنعمل ايه؟ ده حضرتك هو احنا يعني انا لو ست قاعده في حالي وقاعده لوحدي هيجي لي مرض نفسي منين؟ حضرتك قالوا الشيطان استاذ الرجل وتلميذ المراه. طيب ده حاجه تخليك تخاف من الست، مش معنى كده انها مجنونه. لا فعلا فعلا. على كل حضراتكم يعني مش هننتهي طبعا من الجدال، لكن احنا بنقول ان احنا عايزين نقيم علاقه سويه ونستغل فرصه زي الفالنتاين دي اللي فلقونا بيه، وبلاها ورد ودباديب، ونخليها كلمه حلوه، ونخليها عشره طيبه، ونخليها فرصه لان احنا نتقرب لبعض ونطلع من المشكلات، ونخليها حضراتكم حاجات يعني ممكن الى حد ما نقدر تبقى فرصه جيده فعلا ان احنا نطلع من خلافاتنا اليوميه اللي ممكن تبقى على حاجات هايفه، ممكن تبقى على حاجات مهمه. ايه رايك في العزومات؟ العزومات معاها جدا. معاها جدا ايه ده انت؟ عزومات الاهل وعزومات الاصحاب وعزومات القرايب طبعا معاها جدا، لانك انت العزومات مع الاهل بت 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 بتساعد في توطيد العلاقه مع اهلك. استاذ محمود معانا، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استنى يا باشا خمس دقايق كده على التليفون. معلش يا استاذ محمود، الدكتوره مش سايبه لنا فرصه. اتفضل يا استاذ محمود، حضرتك معانا على الهواء. لا عشان خاطر الدكتوره مسامحه. الله يبارك لك يا استاذ محمود. هو معلش انا معرفش ما يعني انا معرفش غير عيد الاضحى وعيد الفطر. ايه عيد الحب؟ بسم الله عليك يا استاذ محمود، حاجه ما جاتش في النتيجه، لكن هو عند الستات حضرتك عيد لازم الرجاله كلها حضرتك تلبس جديد في جديد، وتمسك دبدوب احمر وشويه ورد، ايوه تيشيرت احمر، وتقف تتشحتف كده وحضرتك وتتنح وكده. يعني يا استاذ محمود، خليني اسالك يا استاذ محمود، انت متجوز ولا مش متجوز؟ الخط قطع. شو جينا على متجوز جري. السؤال ده حضرتك مش في المقرر. جري. السؤال مش في المقرر. لا يعني ايه ما فيش غير عيد اضحى وعيد، يعني ما نعرفش غير العيد الصغير والعيد لا لا طبعا. عيد الحب ده من الاعياد المهمه في للحياه الزوجيه وللحياه عامه يعني. وبعدين المفروض احنا نخلي حياتنا كلها حب، ما يبقاش يوم واحد بس. وده طبعا بتبقى في ايد الراجل، لان هو اللي بيكون المحرك الاكبر لمشاعر الست، فالمفروض هو اللي يحاول على قد ما يقدر. هو الحنيه الزياده يا دكتوره دايما بيبقى وراها يا طلب، يا اما حضرتك مشكله، يا اما حضرتك حكايه كده. ده يعني من طرف الست ولا من طرف الراجل؟ ما تبقاش لوجه. لا طب طبعا عارفه من طرف. استاذ مصطفى اتفضل.
ماهر، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك فيك يا فندم، اتفضل. بصراحة يعني أنا شايف برنامج متألق جدا للسياسة. الله يبارك فيك يا فندم. وأنا يعني هي رسالة صغيرة بس لأي واحدة، أنا يعني ممكن أكون جربت حاجة زي كده قبل كده. اتفضل يا فندم. أنا خطبت 6 مرات، كل مرة كنت بخطب بيها كنت بشوف واحدة من يعني مش عارف يعني أوصفهم إزاي، مالهمش وصف. يعني الستة وحشين أحمد؟ مصطفى. لا، الستة بيدوروا على المال، أهم حاجة بابا وماما بيقولوا القايمة تبقى بكام؟ يبقى الاختيار من الأول غلط يا مصطفى. لا، لازم أن تكون الذهب على الأقل خالص 50 جرام ذهب. طب نيجي طيب للمؤخر، لا 30,000 جنيه، أنت بتتكلم في إيه؟ ده أقل حاجة عندنا في العيلة. يعني كنتوا مقضيينها فواتير. ما كانش في أي مشاعر. أكن كل أب كده يعني، معلش مع احترامي لأي أب، يعني اكنه بيبيع وبيشتري. عندي بنت عايزه ابيعها، هتيجي تشتري؟ لا، انا رافضه تماما يا مصطفى، معلش التعبير ده، انا رافضاه تماما. مش معنى انك انت الاب بيطلب حقوق بنته او بيطلب بالمؤخر او مقدم او ايا كان، ده كده هو بيبيع إيه؟ بنته، ده شرع. هو الرسول قال لنا ايه؟ يعسرنا ولا ييسرنا؟ يتيسر طبعا، بس في حاجات ييسر ان هو يطلب لبنته يعني حاجه تبقى خارجه عن نطاق البني ادم ذات نفسه. في حد دلوقتي معاها. في عريس دلوقتي بيشتري غساله وثلاجه؟ مش كفايه توضيب الشقه وكفايه ان العريس بيجيب شقه وبيفرش الشقه كلها، بيشتري غساله وثلاجه؟ يعني ايه بيشتري غساله؟ استاذ مصطفى، طبعا انا يعني قلبي معاك انك انت 6 مرات تقع في نفس المقلب وتشوف نفس الكلام، ولكن حضرتك في حته المتطلبات المغالاة فيها احنا نرفضها، واحنا بننصح كل ولي امر وكل اسرة مصرية ان هم ييسروا على ابنائهم سواء كان بنت او ولد، لان ساعة ما انت بتشرط لبنتك ما تنساش ان هيجي عليك الوقت اللي يتشرط على ابنك، فاذا انت كنت سلس ومرن مش لدرجة التفريط لكن لدرجة الحكمة، لدرجة انك انت لازم تختار لبنتك زي ما قالوا كده بالبلدي، اخطب لبنتك، اخطب ولا تخطبش لابنك، اخطب لبنتك يعني معناها انك انت بتختار عناصر تانية مش المادة بس، وما تخليش الاقتصاد هو اللي يأثر على قرارك في ان ده ينفع يرتبط ببنتك ولا لا، لكن ممكن يوفر لها الاحتياجات المادية المعروفة، لكن الحياة الأسرية بعد كده بتبقى جحيم. الاهم من ان هو يبص برضه، خلينا نتكلم في النقطه دي، ان هو يبص للماديات، ان انا ممكن اخد واحد مادياته ضعيفه او متوسطه ومع الوقت هو انسان طموح فهيبقى قدام حاجه. لازم النقطه دي مهمه جدا ان الاهالي تراعيها في اختيار الازواج. طب يا دكتوره، ختاما على كل واحد وواحده ان يفكر ماليا قبل الارتباط. هو وهي بنقول لهم الحكايه مش واحد واحدة وعيد حب ودباديب وورد وخلاص، ده موضوع هتبقى عشرة وحياة. النقطة الثانية، كل أسرة تاخد اللي يناسبها. شكرا لحضراتكم ومتابعتكم، شكرا للدكتورة أمل وكلامها اللي دايما بتنغص بيه علينا فخرتنا، لكن على كل الحياة الاختلاف كل المكان موجود بيكون ساري وقوي. خليكم معانا في حلقاتنا الجاية من سلامتك ألف سلامة، ونشوفكم على خير.